وللحديث عن حملة المساعدات الأخيرة للقسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين بالتعاون مع منظمة أم القرى، حيث وزع كل منهما منحا مالية على العائلات النازحة والمهجرة بمخيم حسن شام الثالث. للحديث أكثر عن هذا معنا من أربيل المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى دكتور ناصر الفهداوي. أهلا بك دكتور ناصر، بداية لو تضعنا بتفاصيل هذه الحملة التي قمتم بها بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين بمخيم حسن شام الثالث شرقي الموصل، تفضل. حياكم الله سيدي الكريم. هذه الحملة قدمتها منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين، وهذه الحملة جاءت مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث العوائل النازحة في احتياج كبير لبعض الاحتياجات الضرورية لهم ولأطفالهم ولأبنائهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. هذه الحملة شاركت بها منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية وكذلك القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين، شاركت أهلنا النازحين في المخيمات مع ظروفهم الشديدة ومع ظروف الاحتياجات الكبيرة، وشاركتهم فرحة العيد عيد الأضحى المبارك لكي تعينهم على تقديم الاحتياجات لأبنائهم. وكذلك تأتي بالتزامن مع سلسلة الحملات التي تقدمها منظمة أم القرى بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين، حيث تقدم سلسلة من الحملات الإغاثية مع ارتفاع الكبير لدرجات الحرارة الشديدة، وهم في خيمة ضيقة جدا يعانون شدة الحرارة، ولذلك قدرت منظمة أم القرى وهيئة علماء المسلمين هذه الاحتياجات وقدمت سلسلة من الحملات خلال الموسم الماضي في الأيام القريبة الماضية. دكتور ناصر، حبذا لو تحدثنا أكثر عن أوضاع النازحين في مخيم حسن شام الثالث، إلى أي مدى باتت تشكل المساعدات موردا أساسيا لهم؟ حقيقة أهلنا النازحين يقدمون لنا كثير من المقترحات ويقدمون أخبارا مفصلة عن حياتهم اليومية. هم باحتياج كبير لهذه الإغاثات ولمد يد العون من المنظمات الإغاثية. حقيقة الجهات الحكومية المسؤولة عن إغاثة النازحين توقفت وتلكأت بشكل كبير جدا مع احتياجاتهم. هم يشكون من يعني قلة الدعم الإغاثي، وحتى السلة الغذائية التي تقدم عن طريق الجهات المسؤولة عن إغاثة النازحين باتت تأتي عليهم في أوقات متباعدة جدا، في شهرين تأتي سلة بسيطة من المواد الغذائية، ولذلك هذه الحملات تشكل عامل دعم كبير لهم. هم في ضنك من العيش وفي احتياج كبير لكثير من المواد الغذائية، ناهيك عن المستلزمات الطبية وعن المستلزمات أبنائهم الدراسية. كثير من العائلات عجزت عن إرسال أبنائهم للدراسة مثلا، وهذه مشكلة كبيرة حقيقة نحن نقف أزاءها بقلق كبير. كثير من أبناء النازحين لا ترسل أبنائهم إلى المدارس، ولذلك هذه الحملات الإغاثية حقيقة تشكل لهم جانب مهم في حياتهم اليومية، لأنها تعينهم على تلبية بعض الاحتياجات الضرورية لهم خلال وجودهم في مخيمات النزاع. دكتور ناصر، هل هناك حملات أخرى تنوون القيام بها، لا سيما مع دخول يعني شهر أو دخول أو قرب دخول عيد الأضحى المبارك؟ هل هناك حملات معينة تستهدفون بها مثل هذه المخيمات؟ نعم سيدي الكريم، نحن حقيقة قدمنا مع أول موجة لاشتداد الحرارة مع الصيف اللاهب في العراق، قدمت منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية حملة إغاثية كبيرة في مخيمات بزيرز ومخيمات عنبية الفلوجة بتوزيع 450 منحة مالية في ظرف يعني الأسبوعين الماضيين، وكذلك قدمت منظمة أم القرى حملة إغاثية في بغداد واستوعبت فيها أعداد كبيرة من نازحين ومهجرين المهجرين قسرا من مناطق جسر الصخر والعويشات، وقدمت هذه الحملة في العاصمة بغداد. كذلك نحن في الأيام القريبة الماضية القريبة القادمة بإذن الله سنقدم سلسلة من الحملات الإغاثية باتجاه أهلنا النازحين
في كركوك، وكذلك في بغداد لنازحي جوف الصخر والعويشات، وكذلك للنازحين من بعض المحافظات، وكذلك النازحين في من مناطق جوف الصخر والعويشات في مخيمات بجيبز ومخيمات عامريه الفلوجه، نعم، وكذلك المناطق السكنيه واطئه الكلفه في الخالديه وفي الحطانيه. الدكتور ناصر الفهداوي المتحدث الاعلامي باسم منظمه ام القرى، شكرا جزيلا لك.